تاعك ما تعديوش على خير انت اللي عملته. معلش انا تو عملت مشكله ما عندك خير. مازلنا ما كملناش. تحب نعمل مشكله؟ ربي يستر. لا 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 ما كانش بريء وكاو هاك تشوف. شو معناها ما كانش بريء؟ إذا نقول لك لاكتواليتي ما كانش بريء. هاك تشوف الجمله كي نفسرها. المشاكل اللي صايره تو في والتسريبات اللي صايره في الاعلام تبين اللي بصراحه ما نجزموش انه الاعلام الكل ماهوش بريء. اما فما حاجات تحس مخدومه عاد. فهمت؟ شنو اللي تخدم لك في برنامج ديمونش حنا با؟ وقتها صارت مشكلة. انت متغش شويه على عبد الرزاق الشابي هكا ولا؟ انا مانيش متغش عليه. انا ما يخوف في خاطرك. ما نتغش على حد انا. اما نحكي لك الفايز. لا ما تغش على حد، ماكش متغش لا على امين جارا لا على عبد الرزاق لا على حتى حد. والله انا نتغش. علاش باش تغش يا اخي؟ لا على الرابور نتاع المليون. يا اخي انا نسالو حاجه. كان الرابور نسال وما سالش مادام اخته لاباس. المهم هذاك. في على مولاه. لا لا مادام اخته لاباس. عباره صدق على صحه بدن. باهي هذه. بليده باه ان شاء الله يسمع فيك. ني نورما باه سي عبد الرزاق شبيه وديمونش حنا با شنو اللي مش باري؟ الباساج هذاك وصل بيا للقضاء. قضاء اي للقضاء على خاطر تعديت في انا وقتها صارت احداث برشا احداث متتاليه. وقع العنف على المراه وعلى اماني سويسي وعلى نتاع راديو ماد سحر حامد. نتاع سحر حامد. عملت فيديو متغش وقتها بانفعال. وحكيت قلت ما يجيش اللي صاير ذاير او معناتها حكيت في العموم. ما ذكرت حتى اسم، ما سلبت حتى حكايه. صارت لي حكايه انه الشخص شكا بيا اللي انا سلبته وحب وقتها في يثبتوا عليا اللي انا نحكي عليه في البرنامج في ديمونش حنا با. في ديمونش حنا با انت حكيت اون جينيرال لكن هو انا حكيت اون جينيرال يعني. ما ذكرت حتى اسم. فهمتني؟ فالحكايه وصلت للقضاء. والله وصلت للقضاء. وين وكيفاش وش نقول لك؟ قاعد باهت انا خويا في البلاد كيفاش ولات. معناتها الراجل 30 سنه حكم عليه ديريرمون معناتها نجم انا معناتها بفعلي فعل الله اعلم اخويا شكون يعرف. دونك عبد الرزاق ما عنده حتى دخل في الحكايه. كيفاش ما عنده حتى دخل؟ معناتها جاي باش نقدم الاغنيه نتاعي تحكي لي على فيديو عملته انا في على الفيسبوك. بما انك انت عملت شويه بوز بالفيديو هذاك. ما عملتش بوز. وحكيت على الناس اللي ضربت وعلى العنف. دونك الناس الكل حكيت على الناس اللي ضربت. لكن هو جابك انت وقتها ما جابش الناس الكل. اي علاش جابني انا زعما؟ جابك انت باش يحكي. ما وانا بعد على... اسبوع نلقى عبد الرزاق ونلقى خونا الدلاجي تحيه ليه في عرس مع السيد هذا. لله في سبيل الله زاد بالزهره صدفه. صح عليك. ان شاء الله ربي يصلح البلاد ويصلح سورتو يصلح القضاء. وانا متاكد ان القضاء التونسي شريف وشريف جدا. وين وصلت الحكايه في القضاء؟ والله ما زالت عملنا مكافحه. وتعديت للمحكمه. نحب نوجه تحيه لاماني سويسي على خاطر وقفت معايا بالبدا وكانت سوتيان كبير. قالت لي حسين ما تخافش خاطر انا قلت لها راهو اماني انا ما نخافش. نخاف كامل ربي سبحانه واللي يقول كلمه الحق معناتها ما عنده علاش يخاف. واذا كان واحد بتصير له حاجه باش تكتب له ربي راهو وسورتو هو يبدا على حق. شرف ليه على الاقل ما عملتش عيب. إذا عبد الرزاق عيط لك معاه توا في ديمونش حنا با نمشي ما مش مشكلة راهو عملها الحكاية. فهمت؟ معناتها جابني ما جابنيش على خاطر أنا جبت عملت إنتاج فني. فهمت؟ جابني على حكاية أخرى. واضح أنت ديما تعرف ما يجيش أنت توا على شنو جبتني؟ جبني على الإنتاج على الجديد نتاعك. شفت محلاك؟ إيه؟ إن شاء الله الأغنية تلقى نجاح كبير مثلا. باهي انت تهبط برشا تدوينات على الفيسبوك. ديما نهبط مغروم نغلي يا خويا مغروم بالفيسبوك. باهي باش نعمل معاك كويز. شنو رايك؟ شنو رايك في حكايه محاوله تسميم رئيس الجمهوريه؟ شنو رايك؟ سمعت بها ولا؟ هذه راي معناتها سمعت بها ولا؟ شنو سمعت بها؟ شنو عايش في بنغلاديش؟ مالك الفنانين ما يتبعوش؟ لا نتبع انا. تبع شنو رايك في الحكايه؟ والله يلا بسرعه نحاول. تحيه للاستاذ قيس سعيد. تحيه للرئيس الجمهوريه اللي انا صوت له. وحبيت انسان نظيف وحبيت انسان ما عندوش لبس في يكون موجود في معناتها في راس هرم السلطه. اما اذا كان هو ما نجمش يحمي روحه ووصل الجواب
مسموم القصر كارتاج، كيفاش باش نجم يحمي البلاد والعباد؟ كونكلوزيون معقوله. شنو رايك في الناس اللي تشافيت شويه بعد وفاه محرزيه العبيدي الله يرحمها؟ اونتر جيومي ماهمش عباد، ما يجيش. شوف الموت ما نجموش نتشافيو بها، نجم نكون متخالفين انا وياك، بيناتنا قضايا، بيناتنا اللي تحب كيف تتوفى الله لا يقدر عليك ولا عليا انا ولا انت كيف كيف، يتيح كل شيء في الماء والسماح الدنيا واخره باش نلاقيه ربي سبحانه الله يرحمه الله يرحمه. نعم. التسريبات الاخيره اللي قاعده تهبط على الانستغرام شو يعمل العار؟ من شكون بالضبط؟ من الكل، من اللي هبط، من اللي موجود في ال، تحسها تفقعت الدماله خرجت برشا خو النار. وابارامون الجوكر موش خالص ذاك علاش قبل كان خالص اي ما هو كورونا الوضع الاقتصادي طايح كي ما خلصش ولا يهبط في التسريبات علاش هذا استنتاجك على الاخر غلط رايك انت تعرف هذا رايك انا ما عندي حتى علاقه بالجوكر علاش تضحك عجبتني طلعش انت الجوكر برا ضر عليا ها عندك شبيه لي ما هو فرد مشاعر بي نجاح نرمين صفر على الفيسبوك والله الحقيقه فرهدت الشعب ما وإحنا فرهود علاش ما تعملناش هكا في صيد ما عنديش القوام الرشيق نتاع نرمين صفر تبع اللايف تاعها والله دخلت دخلت شفت شويه هكا ندخل باش نشوف قداش وصلوا راهو ليه انا خاطر عندي الاعداد نرمين صفر اكثر من ترامب تبعوك عملت فما 35 دقيقة لا مش صحيح كونتينيو لا مش صحيح امبوسيبل والله لا صحيح 30 يا ودي امبوسيبل راني قلت لك ندخل نطل نشوف قداش وصلت وانا نخرج وتخرج تطمن على النومبر تطمن عليهاش دخلت والله العظيم فرحان لها ويعطيها الصحه وفريمون شي يعمل كيف شمس الدين باش شوف نقول لك شفت الوضعيه هذه تشوف مدى ثقافه الشعب التونسي ومدى تقدمه شو يحب التفريد ويحب الجو شمس الدين باشا عمل البرنامج جديد شمس ونجوم في قناة كارتاج بلوس أي. الفنانين اللي يحضروا يخصوا شو رايك في والله تحية لشمس الدين باشا يعطيه الصحة بادرة طيبة وطيبة جدا وهذاك هو اللي لازم يصير نورمالمون هذاك في التلفز احنا مريقلين لا لا خاطر عندي برنامج بعد الغنية الجديدة ترسل يخلص عملناها بعد الغنية الجديدة شنو الحاجات اللي محضرهم حسين عمارة كلمة الختام نخليها والله انا توا محضر ديجا زوز اعمال اخرين ان شاء الله ربي نحب تحية الشاعر والفنان حمادي شريف اللي محضر لي زوز اغاني مزيين على الاخر زادة كيف كيف اخونا عزوز الوحيشي زادة تحية ليه اللي خدمت معاه عمل مزيان على الاخر ان شاء الله لو 14 فيفري باش نهبط جديد اخر في عيد الحب اي انتاج خويا تبهر فيا حسين والله باش نحب نعمل معناتها نبطل انتاج جديد نهار 14 اي اقرا لي حسابي نهار 14 بتعاود تستضيفني ان شاء الله ان شاء الله تكون حاضر مع أميمة ان شاء الله في ستار تايم مره اخرى مشكور حسين عمارة على حضورك معنا نورتنا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الاغنيه الجديده تلقى رواج ننصحكم تدخلوا تسمعوها في الشين يوتيوب حسين عمارة وتابعوه كل نهار جمعه على ام اف ام على ام اف ام من 5 ل 7 مع حسين عمارة برشا فن وبرشا اثاره برشا كيفاش مع حسين عمارة برشا فن وشوية إثارة احنا مازلنا مواصلين معكم حتى المساعتين بعد شوية يكون معنا الكوميدي رمزي هل تعلم اقعدوا معنا رجعين معكم بعد شوية